بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما كرجع إرادتي مرة أخرى. كيف حالكم وكيف حالكم؟ كيف كان الامتحان؟ كيف كان الامتحان؟ أصعب من الصعب، صعب جدا، كان صعب، أسهل من السهل. أوكي، هو سهل 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 جدا، سهل جدا، ويفهم فيه شيء سهل. نعم، لقد جاءني مجموعة من الإخوان يعني والأخوات فيكون عدم يعني الحضور للامتحان، لكن ليس مهم، ليس هناك أي مشكلة. أنت حتحضر النتيجة. الله، هذا سؤال موجه للتعبان. أهلا وسهلا أخ محمود، تقريبا مي. أوكي، الآن أظن أنه الآن الصوت واضح، الصوت أظن أنه أوضح من الأول الآن. أوكي، أنا لا زلنا في المستوى الأول، و يعني هناك سوف أحاول شرح فكرة يعني أشرحها دائما، وأحاول أن أشرحها مرة أخرى. هو اللغة ليس فيها مستوى أول ولا مستوى ثاني ولا مستوى عاشر ولا مستوى 24. اللغة دائما مستوى أول، دائما سوف نبقى في المستوى الأول. بالنسبة لي اللغة ليس فيها مستوى ثاني وثالث ورابع و26، أنت دائما تتعلم اللغة، إذن دائما في المستوى الأول. والذي يقول أنا في المستوى 24 يكذب، لأن أصحاب اللغة يخطئون في السير وإصدار. أصحاب اللغة يخطئون في مثلا نحن عرب، من في المستوى 23 في اللغة العربية، كل واحد يكتب مستواه في اللغة العربية، كل واحد يكتب مستواه في اللغة العربية. نحن عرب، لا، ثلاثة، صفر، لا يمكن أن يكون صفر. لاحظتم الآن، لن تتمكنوا من كتابة مستواكم في اللغة العربية وأنتم عرب، وكيف تقولون في أي مستوى نحن في لغات أخرى؟ لا يمكن أن نحدد. إذن صعب أن نقول في أي مستوى نحن في تعلم لغة أخرى. لا. إذن إن شاء الله نحن في المستوى الأول. بالنسبة للجدد لا يعرفون يعني هذه الدروس للغة الإسبانية الذين يحضرون لأول مرة، أؤكد بمشيئة الله سبحانه وتعالى أنه من سوف يحضر لأول مرة سوف وأراد أن يستفيد سوف يستفيد. الذي يحضر لأول مرة وأراد أن يستفيد سوف يستفيد. أكان معنا في السلسلة الأولى أم لم نكن؟ لا أريد أن أعيد هذه المقدمات دائما، أحاول يعني سماع هذه المقدمة. من التحق بنا لأول مرة وأراد أن يكون معنا مرحبا به، ولكن يجب عليه أن يساعد نفسه قبل أن يساعدنا. سوف يفهم إن شاء الله. درس اليوم ليس درس كدرس يعني درس، ولكن درس اليوم هو عبارة عن رسالة موجهة بصفة عامة. سوف نتكلم، هذه حقيقة وتشجيع في نفس الوقت. الدروس اللي سوف تكون مفتوحة للجميع إن شاء الله، ولكن يجب علينا احترام الدرس طبيعة الحال. لكن يجب علينا احترام الدرس. الذي لم يحضر لأول مرة يجب عليه أن يكون هناك يعني مراجعة، أن يبذل يعني
بعض المجهودات ليصل إلينا إن شاء الله. ما هو؟ إذا كان في الدرس ولم يفهم شيء يجب عليه أن يسأل، هذا هو الغرض من المحاضرات بصفة عامة. إذا جد فرح مرة بأن أكون معكم في سلسلة ثانية إن شاء الله. أشكر جميع إخوان الأخوات الذين راسلوني يعني على الخاص أو يعني بكلمات شكر، وكانوا مجموعة من الإخوة الأخوات يعني الأحبة كانوا يسألون عن حالتي، أشكرهم جزيل الشكر يعني. وفي هذا السياق يأتي درس اليوم إن شاء الله. درس اليوم إن شاء الله سوف نحاول أن نتكلم فيه إن شاء الله عن الصداقة. سوف نحاول أن نتكلم عن التي هي في اللغة الإسبانية ما هي في اللغة الإسبانية الصداقة. لاميتي فرانشي لا أميستاد. أهلا وسهلا أحمد عبد الجليل، أهلا وسهلا يونس. نعم أميستاد، أني أميستاد، لا أميستاد صداقة، لا أميستاد الصداقة. اليوم سوف نتحدث عن الصداقة بشيء يعني شيء يعني من الواقعي، ولكن من الدائم يعني من القلب. سوف نتكلم عليها من القلب، الصداقة الحقيقية. كيف يكون عندك أصدقاء؟ ما مفهوم الصداقة بصفة عامة؟ أوكي، هذا هو درس اليوم، ليس درس جرامر، وليس درس فوكابولاريو، وليس درس شيء آخر، ولكن درس لنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى، درس لنلتقي مرة أخرى، درس موجه لجميع العرب، لجميع الناس في العالم، لكي يكون هناك حب، لكي يكون هناك وئام، لكي يكون هناك يعني أشياء نابعة من القلب، يعني من القلب. هذا هو درس اليوم. سوف لن يكون درس في إسبانيا، ولكن درس من مفهوم آخر. إذا نركز إن شاء الله بإذن الله، نركز إن شاء الله بإذن الله. سوف أركز في الدرس، سوف لن أجيب على أشياء أخرى خارج عن الدرس. من أراد أن يسأل فليسأل في الدرس أشياء أخرى خارج عن الدرس، سوف لن أجيب عليها، استسمح، لأنه الدرس يتطلب تركيز جيد. أننا سوف نشرح أشياء ليست معاني أشياء، ولكن ماذا يريد الكاتب أن يقول في هذه الأشياء؟ ما هي الرسالة التي يود أن يمررها؟ إذن كاس لاميستاد، كاس لاميستاد، ما هي الصداقة؟ ما هي الصداقة؟ كاس، كاس لاميستاد، الصداقة، هذا هو المعنى. سوف لن نركز على المعنى، معنى الحروف، الكلمات بصفة عامة، ولكن سوف نركز على ماذا يريد أن يقول الكاتب. نعم، لاميستاد es una cajita de cristal. cajita وهي علبة صغيرة. una cajita علبة صغيرة. una caja علبة. علبة صغيرة. لاميستاد es una cajita de cristal. pequeña هي صغيرة. كريستال هي زجاج، علبة زجاجية صغيرة. نعم، إذا فقد قلنا بأنه في هذا الدرس سوف نتكلم بصيغة أخرى، ليس لن نشرح كلمات، لأن إذا شرحنا الكلمات سوف تقولون لي هل الصداقة علبة زجاجية؟ تقول ماذا تقول يا سعيد؟ هل أنت أحمق
الصداقة والزجاجية. لا، سوف إن شاء الله نشاهد ماذا يريد أن يقول الكاتب في هذا النص، إنه نص رائع ورائع ورائع جدا، هو لغاية الجنون. إذا كنت أعرف كاتب هذا النص وأعرف يعني رقم تليفون، يعني كنت سوف أتصل بشخصية لأشكرها على هذا النص. لا ميستاز، أقولها من قلب. سوف تعرفون لماذا من سوف يبقى معنا في هذا الدرس سوف يعرف لماذا. La amistad es una cajita de cristal pequeña transparente. 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 وهي ما معنى transparente؟ لكي تشارك بعض الشيء لكي يكون هناك حركة. Transparente. شفافة. شفاف. شفاف. Transparent. Transparente. Transparente. شفافة. شفافة. Una cajita de cristal pequeña, صغيرة, transparente, شفافة. Donde guardas. Donde guardas allí dentro todos tus pensamientos y amor. إذا guardas. Guardas يعني ما معنى يعني guardas؟ guardas guardas ما معنى؟ لا حراس، لا انظر لم أفهم الجواب سامير. دور. لا guardas. guardas يعني مثلا صورة، لا مثلا شيء تريد أن مثلا عندنا علبة، في تلك العلبة ماذا نفعل؟ نضع أشياء، نحفظ. نعم نجلاء، نحفظ ورد داس. نخبئ، نحفظ ورداش، مصون مصون. نعم حفظ. guardas allí، هناك allí اسم إشارة، dentro داخل، في داخل تلك العلبة، في داخل تلك العلبة ماذا نحفظ؟ ماذا سوف نترك في العلبة؟ ماذا سوف نصون في العلبة؟ ماذا سوف نخبئ في العلبة؟ todos جميع جميع. من معنا لأول مرة؟ هذا ليس درس، هذا سلام، هذا كلام عائلي إلى آخره، هذا ليس درسا، هذا درس للناس الذين عندهم قلبين، درس للناس الصادقين، درس لي إلى آخره، للعالم بأسره، درس للسلام، درس للسلم، درس للحب، درس للوئام، درس لي إلى آخره، هذا هو الدرس. إذن guardas allí dentro todos tus pensamientos. pensamientos. من أين أتت pensamientos؟ أمين وإياه. pensamientos أتت من pensar. نعم سكريا. pensar. pensar يعني يفكر. pensar. pensar. فكر. هناك تعبير مجازي في النص. هناك تعبير مجازي في النص. سوف نشرحه إن شاء الله. pensamientos. ideas. أفكار. ideas يزيد أفكار. كارينيو، لا أنا كارينيو، هذا جسم كارينيو. كيف يعني كارينيو؟ كارينيو 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 يعني المودة. المودة. يا مور يعني المحبة. المودة كارينيو. أمور يعني المحبة. إذن الآن سوف نعيد هذه الفقرة، سوف نعيدها ونشرحها بطريقتنا. لاميستاد قال، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
الأميستاد الصداقة وهي عبارة عن علبة صغيرة شفافة شفافة. ماذا يكون فيها في الداخل؟ يكون فيها في الداخل يعني يكون فيها يعني كوارداش غادي دينترو في الداخل تودو الجميع بنساميونتوس أفكار إيدياس كارينيو حب والمودة المودة والحب. هذا ما أراد الكاتب أن يوصل إلينا. يعني ماذا في نظركم ماذا استفدتم من هذه الفقرة؟ ماذا استفدتم من هذه الفقرة كشرح مجازي؟ الأميستاد es una cajita de cristal pequeña transparente donde guardas allí dentro todos tus pensamientos, ideas, cariño y amor. الصداقة شيء مقدس وله قيمة. الصداقة شيء مقدس. المودة والمحبة شيء له قيمة كبيرة. يعني في داخل الصداقة ماذا يكون؟ ماذا تكون مع الصداقة؟ نعم. أن الصداقة محفوظة بالمودة والمحبة وإلى آخره. الحب، المودة، جميع أفكار. مثلا صديقك مثلا يكون هناك مثلا نفس الأفكار لديك، يعني تكون هناك نقطة اشتراك في نفس الأفكار، في نفس التفكير. تكون تحب صديقك، يعني هناك حب، هناك مودة. لماذا يكون هناك حب؟ لأنك تبادل نفس الأفكار، تبادل نفس إلى آخره. تستخدم التعبير المجازي، لا باختصار شديد. صح. لهذا الغرض قلت لكم بأن هذا كاتب هذا التكست يعني أقوله من القلب. يعني إذا كانت عندي يعني إذا كان عندي يعني هاتفة كنت سوف أتصل بشخص لأشكره. لاميستاديس هناك عندما تقرأ مثلا لقد أعطينا التكست يعني منذ مدة في الجروب، و 100% هناك أشخاص سوف يذهبون إلى جوجل وسوف يشرحون التاكس في جوجل، وسوف يعطيهم جوجل الصداقة هي علبة زجاجة شفافة داخلها أفكار حياتي. سوف لن تفهموا جوجل بنفسه ليس صديقا لأحد، هو صديق لنفسه. جوجل لنفسه ليس له صديق. أتعرفون هذا الأمر أم لا؟ جوجل بنفسه ليس له صديق. أوكي. الإخوة الجدد هل فهمتم الآن هذا التعبير المجازي؟ إذا فهمتم التعبير المجازي سوف تفهمون التعبير اللغوي. هل فهمتم هذه الفقرة؟ الله أكبر. لا، محمد قال لا 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 للانتخابات، لا لماذا، لا لماذا، لا لشرب كوكاكولا، لا لماذا، لا لإضرابات. أكتب ماذا الشيء الذي لم تفهم لكي نفهمك. لا نعم. ماذا أخ محمد الشيء الذي لم تفهم لأشرحه؟ الإخوة الذين لم يعتادوا على طريقة شرحي سوف يعتادون إن شاء الله. دائما طريقة الشرح فيها بعض الضحك كي يكون هناك مرح، لأن الدرس ليس سهل. أخ الذي لم يفهم لم يكتب. أوكي. أنتظر الأخ الذي لم يفهم، يعني الشيء الذي لم يفهم أكتبه. جزاك الله خير لأن نشرحه لك. إذا لاميستاد es una cajita de cristal
pequeña transparente donde guardas todos tus pensamientos, ideas, cariño, amor. اللهجة، لا احنا نترك اللهجة ونلاحظ ونشاهد ما يقول الكاتب. أن ليس درس، هذا الدرس ليس درس يعني القراءة، هو ليس درس، هو ليس درس بالنسبة للمشاهدين، هذا ليس درس. لا تذهبوا يعني في الصعوبة، يعني اسمعوا ما سوف نقول سوف تفهموا. هذا يعني هذه رسالة للعالم، هذه أول مرة بدل نعم بالنسبة للذين معنا لأول مرة، يعني هل لم تفهموا أنكم فهمتم؟ هل لم تفهموا أنكم فهمتم أم لا؟ أنتم تقولون أنكم فهمتم، إذا ما هو المشكل؟ يعني الكل مفهوم. نعيد، إذا كان ليس هناك فهم سوف نعيد. الحمد لله. إذا لاميستاد بعد كلمة كريستال، بعد كلمة كريستال تأتي بيكانيا، وبيكانيا تعني أنها صغيرة. سوف أعيد الشرح، سوف أعيد الشرح، سوف أعيد الشرح إن شاء الله. كي إس لاميستاد، ما هي الصداقة؟ ما هي الصداقة؟ لاميستاد الصداقة إس أونا كاخيتا دي كريستال بيكانيا، هي عبارة، الصداقة عبارة عن علبة. هذا شرح كلمات، ليس شرح مجازي. عبارة عن علبة صغيرة، عبارة عن علبة زجاجية صغيرة، ترانسبارنتي شفافة، دوندي غوارداش عادي، دوندي تعني لنا المكان، دوندي عندما نشاهد دوندي يعني تصور أن هناك مكان، يعني مكان دوندي يعني دوندي يعني هناك حيث، يعني في المكان أين، دوندي أو وير، دوندي غوارداش، غوارداش شرحناها يعني غوارداش أي اسم إشارة، هنالك يعني للبعيد، اسم إشارة للبعيد، أي دينترو بداخلها. ماذا سوف يكون هناك بداخلها؟ ماذا نصنع؟ ماذا نخبئ؟ todos جميع tus pensamientos تأتي من الفعل pensar، و pensar وهي مفكر. ideas تعرفونها كاللغة الإنجليزية idea، زيدن بالفرنسية أفكار، كارينيو مودة، أمور محبة. نكمل قم بأنه الآن أنا أكثر من واحد. إذا تركيز من هذا. أوكي، أون كريستال أون كريستال فينو، أون كريستال فينو. ما معنى أون كريستال؟ ما معنى أون كريستال؟ ما معنى أون كريستال؟ أون كريستال زجاج. نعم، هل الزجاج أم زجاج؟ هل الزجاج أم زجاج؟ هل نعم الزجاج، ليس الزجاج، الزجاج ليس الزجاج ولكن زجاج. لماذا؟ نعم، هذا درس في السلسلة الأولى، النكرة والمعرفة، النكرة والمعرفة. إذا قلنا أون يعني أون غير معرفة، نكرة معرفة، غير معرفة. أون كريستال، هناك تعبير مجازي أخ زكريا، سوف تقول لماذا قال أون ونحن نعرف الزجاج خير، أن هذا يعني كتابة غير، يعني ليست كتابة عادية، ليست كتابة عادية، هناك تعبير مجازي. أون كريستال، نعم
اون اونا اون للمذكر اون ليبرو كتاب لا نعرفه ال ليبرو الكتاب وصف مجازي اون كريستال فينو اون كريستال فينو ما معنى اون كريستال فينو فينو ليس فينو يعني اين هو نقول بالعربية فينو فينو بالدارجة المغربية نقول فينو فينو نقول بالدارجة المغربية فينو أفينو ليس بالدارجة المغربية لا نعم بالمصدر إذا نقول فينو وينو وينو فينو ليس فينو ووينو لا ليس إذا فينو بإسبانيا ماذا تعني ليس وينو يا سيدي ليس وينو ليس وينو بارك الله فيك أخ مصطفى بارك الله فيك أخ مصطفى لأن في بعض الأحيان عندما يكون الدرس يعني ليس في المتناول ليس في المتناول من ناحية الشرح أنه يصعب الشرح في بعض الفترات إذا لم يكن هناك مرح لم يصعب الشرح يصعب الشرح لأن هذا بحد ذاته يعني تاكس مجازي ليس عادي بحد ذاته بسكوتة لا ليس بسكوتة ليس بسكوتة ليس ليس رقيق لا لا فينو نعم بعد شيء نقول رقيق فين فينو 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 بعد شيء رقيق دوندي سوف نعرف من الـ عندما نتشمم سوف نعرف اون كريستال فينو دوندي تي ريفليخاس هذه العبارة سوف تفهمون الجملة من هذه العبارة انعكاس نعم تنعكس انعكاس الانعكاس ماذا يريد أن يقول الكاشف في هذه الدرس للغة العربية اون كريستال فينا دوني تي ريفليخاس لا يريد الكاتب أن يقول في هذه الفقرة الشاعر المتنبي اوكي لا اوكي كريستال فينو دوني تي ريفليخاس ماذا يريد برافو احمد عبجالي برافو احمد عبجالي برافو احمد عبجالي ثلاث مرات اذا صديقك هو انت صديقك هو انت صديقك هو انت انت احمق زي صديقي احمق ايضا نفسه عيد بهذه المناسبه يعني تحيه لصديق عزيز علي يعني اسمه رشيد الان في ايطاليا يعني افتقده كثيرا اوكي اون كريستال فينو دوندي تي ريفليخاس لا لان لا اقول ان لدي صديق واحد لم اقول باني صديق واحد ولكن هذه الصداقه التي نتكلم عليها الان اون كريستال فينو دوندي تي ريفليخاس ليس سهلا من لديه هذه الصداقة؟ من لديه الصديق ينطبق عليه هذه الجملة بدون يعني بدون كذب اون كريستال فينو دوندي تي ريفليخاس احمد عبد الجليل رانيا ثم قالت ربما ليس هناك ربما في الصداقة هناك ام ليس هناك ريهام حليمة إذن هناك ما لديه
محمود قال لدي أصدقاء إخوانا. أي أي أوكي. أون كريستال فينو دوندي تي ريفليخاس، يعني هناك انعكاس، هناك انعكاس، نفس الأفكار، نفس يعني في كل الأشياء، يعني هناك انعكاس. صديقك هو أنت. نجمي material en el que están hechos tus sueños. Material, material, meta, material هي كلمة، شرح كلمة meta. إذا شرحنا material بكلمة سوف نقول meta. صح، سوف أقف الآن وأسأل مرة أخرى، هل هناك صعوبات؟ ومن لديه صعوبات فليكتب الشيء الذي لم يفهم لنشرحه. نقف إذا كان هناك أي مشكل، من لديه أي مشكل فليكتب لكي لا نترك، يعني الإخوة والأخوات كله تمام، لا يوجد صعوبات، الحمد لله الحمد لله. أون كريستال فينو دوني تي ريفليخاس، ماتيريال، الصعوبة في الفقرة بتاع فينو، فقرة، صعوبة في، الصعوبة في الإحساس محمود، لأن قلت عندي أصدقاء خونة، صعوبة في إحساس، صعوبة في الشرح. أوكي، أون كريستال فينو دونت تي ريفليخاس، يعني ماذا تعني، ماذا تعني هذه الجملة؟ تعني بأن الصديق، يعني صديق، يعني صديقك هو أنت، يعني هناك انعكاس، نفس الأفكار، نفس إلى آخره، يعني يكون هناك إحساس. إذا كان صديقك مريض سوف تحس أنك أنه مريض. يمكن أن، يمكن مثلا أن يعني أن تراه وتعرف كم عنده في جيبه من نقود بدون أن يقول لك. من متفق معي في هذه الفكرة؟ من متفق معي في هذه الفكرة؟ فيقول مجموعة من الأشخاص أنك أحمق بدون أن ترى جيبه كم لديه من النقود، من لديه من النقود، تشاهد عينيه وتعرف كم. صح، الحمد لله، متفق معي بعض الأشخاص. لا، سوف لن تكون في الامتحان، سوف لن تكون هذا السؤال في الامتحان، لا تخاف، سوف لن يكون هذا السؤال في الامتحان. اوكي، un cristal fino donde te reflejas، material en el que están انت لما تسيب النقود في البيت وصديقك، صديقك بيعرف هذا الشيء، بيعرف، بيعرفك، يعني سبت النقود في البيت وين حطيتهم إلى آخره. إذن سوف لن يقول لك هيا لنذهب إلى المقهى، لأنه يعرف أنك سوف يقول لك هيا نذهب. أوكي. أي اشتقنا إلى هذه الضرورة. material en el que están hechos tus sueños. معنى، ما معنى material en el que están hechos tus sueños؟ صعب بعض الشيء. ما معنى sueño؟ نأتي يعني نقسم هذه أحلام، حلم، حلم، sueño، حلم، أحلام، sueños، أحلام، وينيوس، أحلام. أخ أمير، لقد سمعك، لقد رآك أخ أمير، لقد رآك، يعني رآك العصفور كتب العصفور في حلة إلى آخره وسكت، لقد سكت. أوكي، ماتيريال إن الكيس تانيتشوس تو سوينيوس. سوينيوس معنى حلم، سوينيوس أحلام،
توس وينيوس يعني أحلامك، أحلامك توس. ماذا توس؟ ماذا؟ ما هي توس؟ ما هي توس؟ شاهدنا في السيسة الأولى، ما هي؟ ماذا؟ ماذا؟ الفعل ما هي؟ ماذا؟ ماذا؟ فعل؟ ما هي؟ إجابة في إسبانيا، ما هي؟ ما هي؟ إجابة في إسبانيا، ما هي؟ Es una adjetivo pasivo. Ese, ese, solo un ese. Milkia, tus sueños, ahlamuka, ahlamuka, hechos. يعني hechos لديها مجموعة من يعني المرادفات. لديها مجموعة من المرادفات. Hechos. يعني هنا هنا استانيت شوز يعني كيف أشرحه؟ مثلا أحلامك تحققت أو يعني اكتملت، مثلا يعني اكتملت استانيت شوز، استانيت شوز يعني اكتملت الأحلام. نعم صن تركيز جيد الآن، الآن تركيز جيد. لماذا؟ لأنه سوف يدخل حلقا، وهذه هي الفترة الصعبة في هذا المستوى. son porciones perdón son porciones porción تعني قطعة، تعني قطعة porciones تعني قطعة de tu corazón قطعة من القلب. سوف نشرح كلمة كلمة وسوف نشرح المعنى الإجمالي. son porciones de tu corazón. والله العظيم يعني صاحب هذا هذا التكس رائع. tu corazón que intentas intentas que no se rayen nunca. ما معنى؟ ما معنى؟ ما معنى؟ نشرح كلمة كلمة ليتضح المعنى. رايين، ما معنى سرايين؟ راي رايين، ما معنى الرايين؟ رايارس، ما معنى الرايين؟ ما معنى؟ وضج اسمي كسينيفيكا رايين كار، ما معنى؟ من يعرف معنى؟ محفور. لا لا قريب بعد شيء. رايان نونكا قريب، ليس محفور لكن قريب لمحفور. نقش مخدوش، خدش 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 خدش. رايان نقول هناك يعني ريات، هناك ريات تقولونها بالمصرية ريات أظن، تقولون بالمصرية ريات أظن، يعني هناك ريات يعني يعني دائم. لا الله أعلم. مهم المهم أهلا أشرف ماهر أهلا وسهلا. يعني هنا مثلا أنت دائما تحرص على أنه أهلا وسهلا يعني في القلب، في قلب الإنسان يعني son porciones. لاحظوا لاحظوا المعنى، لاحظوا المعنى، لاحظوا المعنى، لاحظوا المعنى، لاحظوا المعنى، المعنى خطير وخطير جدا. son porciones de tu corazón que intentas. أنت intentas، ما معنى intentas؟ ما معنى intentas؟ ما معنى intentas؟ سهلة جدا الكل يعرفها. intentas intentar تحاول، يحاول. نعم نعم intentar تحاول. كي نو سي رايان نونكا. من يشرح لي هذه الجملة في عبارة باللغة العربية أو يعني باللغة العربية ماذا يريد الكاتب أن يقول في هذه الجملة؟ son porciones de tu corazón que intentas رايان نونكا. لا تخدشهم،
قلبك تجاوز أن تجرح نهائيا. قطعة من قلبك تحاول أن لا تخدشها، قطعة من قلبك تحاول لا تخدش شيء، يحاول يخدش قلبك، لا تحاول أن تخدش قلبه، لا تحاول أن تخدش قلبها، لا يحاول أن يخدش قلبه. لا، أنتم تصرفون أنه متسجل. ليش ما تزعلش صديقك؟ المعنى هو ما تزعلش صديقك. نعم، جواب آخر. جوجل قال ما تزعلش صديقك. جوجل مصري ولا جوجل مصري ولا ايه؟ محفوظ في القلب، جزء منك ما بيجرحش. لا تحاول ان تجرح صديقك، قطعا ما تجرح ابدا. لا، مش جوجل والله، لا، ليس معناها، لا مش جوجل والله، لا، ليس هذا هو المعنى. اذا المعنى هو المعنى اوكي سون pardon son porciones قطع في تو كوراسون، القلب قلبك قلبك. كي ان انتنتاس دائما تحاول، كنو سيرايند لان انك تحب صديقك. اذا جاءك مثلا شخص وقال لك صديقك فلان قد قال لك وقال عنه، وانت سوف تقول له انت احمق، لا يمكن، لا يمكن ان يتكلم علي في ظهري، لا يمكن يفعل هذا الشيء، مستحيل، سوف لن تصدق. يعني مهما فعل الحساد، مهما فعل إلى آخره، سوف تبقى مع صديقك. يعني لماذا؟ لماذا؟ لأنه ليس سهلا أن يكون عندك في قلبك قطعة لأحد، ليس سهلا. ليس سهل. ما معنى الخدش؟ كيف من خدش؟ القلب، القلب، هناك قلب، يعني قلب الإنسان، قلب الإنسان فيه مجموع من القطع. هناك مجموعة من القطع، وفي بعض القطع، في بعض القطع هناك قطعة لصديق ما. إذا أراد شخص أن يذهب إلى تلك القطعة سوف لن تتركه، سوف لن تتركه أن يذهب ويخدش تلك القطعة. لماذا؟ لأنه صديقك، لأنك أنت، لا، سوف لن تتركه. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى، هذه الصداقة الحقيقية. ولكن الآن، الآن مع الفيسبوك ومع بدون من ما أقول بدون ما أتمم بدون ما أتمم يقول لك شخص في الفيسبوك كلمتين أنت تذهب بهم إلى العالم بأسره، الله أكبر. والآخر الذي تكلمت عنه لا يعرف شيئا من تلك الحكاية. هذا شيء خطير وخطير جدا، يعني إخوان الأخوات الذين يعني يقولون أشياء، يعني حاولوا 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 أن لن تذهبوا بعيدا في هذا الأمر. لا، لا تجرحوا شخصا، حاولوا أن تكون صداقة لوجه الله، حاول إلى آخره، ليكون سلم وسلام. لا، لماذا نكره؟ لماذا؟ أنا يعني بالنسبة لي يعني أعتبره غباء، أعتبره غباء. دائما أقول هذه الفكرة، أغبياء، ليس عنده الوقت لأن لكي يكره شخص آخر. لماذا؟ الحمد لله، نحن أيضا، نحن أيضا أحسن شيء كتب حتى الساعة، أحبكم في الله، أحبكم في الله.
أحسن شاهدته منذ دخلت إلى الغرفة. أحبكم في الله، أحبكم في الله، لا أريد شيئا، لا أريد شيئا. هذا الإسلام، هذا هو الإيمان، هذا هو المحبة، هذه. الحمد لله والشكر لله، أنا أيضا أحبكم في الله، الحمد لله. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله، وما كان لغير الله، وما كان لغير الله، وما كان لغير الله، من يجيب؟ ليس في الامتحان، إن قطع وانفصل. ثلاث نقاط وبالخير. أوكي، نتمم. شاهدتم درس، أمين وإياكم، أمين وإياكم. شاهدتم درس اليوم، كيف هو؟ سوف تعرفون أهو درس، أهو درس الإسباني، أو هو درس الإنجليزية، أو هو درس التنمية الفردية، أو هو درس القلب، أو هو درس أنا دقيق، أو أوكي. يقولون ويأتي ويقولون أنا في السلسلة الأولى، أنا أول درس. نحن دائما أول درس، نحن دائما أول درس. أقولها في الإدارة، لا، دائما أكتبه الدرس رقم واحد، الدرس رقم واحد. تنفن، جزاكم الله ألف خير، دائما أكتبه طار نساعد، الدرس رقم واحد دائما، دائما، لكي يدخل للداخلين سوف يقول هذا أول درس. لا تكتبوا الدرس رقم 23، لا تكتبوا. أوكي، إذن un amigo es más que una persona. Un amigo es más que una persona. الله، أنا سهل جدا، أنا مستمع خالص. أحمد، أخ أحمد، 3 4 5، حول أخ أحمد، حول 3 4 5، حول. الآن تسمعوني أحمد؟ أخ أحمد تسمعوني؟ صوت، لا أريد، أينك يا أحمد؟ لا يسمعوني، لا يسمعوني. أحمد، أحمد هل تسمعوني؟ حول. أوكي. أبو كرتون. أوكي، كلمة السر لاميستاد. كلمة السر هي لاميستاد، الحب والصدق والاحترام والذكاء والمحبة والمودة، هذه هي كلمة السر في اللغة الإسبانية. إذن un amigo es más que una persona، ما معناها؟ ما معناها؟ أنا بسيط جدا. un amigo es más que una persona. درس اليوم ليس بنطق، درس اليوم هو صفح. نعم، نعم أميزة، الصديق هو أكثر من شخص. الصديق هو، وليس الصديق للشخص كرسونا، يعني أكثر من أن مجرد أن يكون شخصا، يعني وبالضبط، وبالضبط من يعطينا جوابا آخر، أكثر الجواب آخر، يعني جواب غير. الحمد لله، الحمد لله، أهلا أهلا. اسماس كونه بيرسونا، أكبر من كونه مجرد شخص، نعم. ولكن هنا لا، الصديق يعني فيه مجموعة من المزايا، من بين المزايا الصدق، بين المزايا الصدق، وليس الصديق يعني في جميع الأحوال، جميع الأحوال. يعني الشخص الناجح في حياته، لا أتكلم عن النجاح المادي، لا أتكلم على كما تقبيه والشقة والفيلا والحاجات دي،
لا، الشخص الناجح مع نفسه هو الذي لا يكذب، والذي يعني يقول الصادق صراحة إلى آخره. الخير في الآخرة، طبيعة الحال، بما أنه صديقك سوف يعينك على الدنيا والآخرة. Un amigo es más que una persona, más que una persona, algo que يتمم ويقول لنا algo que no es físico, algo que no es físico, algo شيء thing شوز que no es físico. ما معنى físico؟ الفيزيكو، فيزيكو على الأخ غزال، الفيزيكو، بل لم أذكر اسمه، سلم على الجميع نفس الوقت، جسم، جسم، فيزيكو والجسم، فيزيكو والجسم، كور، كويربو، بدن، نعم، بدن، فيزيكو، كي نو اس فيزيكو. مجموعة من الناس يعني يتخذ الصديق مثلا لكونه عنده مثلا يلبس جيدا، السلام عليكم على الأخ غزال، لأنه عنده ملابس جيدة، لأنه عنده مال، لأنه عنده سيارة، لأنه نعم. ليس هذا هو الصديق، ليس هذا هو الصديق، ليس الصديق، صديق هو من يعني الداخل، algo que siempre llevas, algo que siempre llevas. ما معنى؟ يعني دائم، نعم، شيء في القلب، algo que siempre دائم، شيء دائما يعني يكون هكا وهو في غيابه، سيمبري دائما، دائما تفكر في صديقك، تتذكر ايام، الغو شيء، ثين، انا نسي، شيء، شوز، الغو كي نو اس فيزيكو، الغو كي سيمبري دائما، جيباس هنا تعني، يعني دائما، هنا في هذه الجملة تعني دائما معك، نعم دائما معك، صديق دائما معك، أكان معك أمام أعينك أو ليس معك. Eso es eso، نعم دائما بداخلك في القلب. Es eso que recoges llevas. لا، ليس يا باس. Es eso que recoges por el camino y guardas en tu cajita de cristal. ها هو الآن يدور دور حول العالم ليرجع إلى كاخيتا دي كريستال. كل هذه الأشياء، كل هذه الزيطة والزمبليطة كما تقولون، es eso que recoges، recoges، ما معنى recoges؟ recoges، 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 ما معنى؟ نعم، جمع يونس، أنا وسهلا، جمع، كل هذه الأشياء، كل هذا الحب، كل هذا للمودة، كل هذا الانعكاسات، كل هذا يعني كي ريكوخيس بور الكامينو، كامينو وهو طريق كامينو، كل هذه الأشياء يعني موضوعها غوارداس انتو كاخيتا دي كريستال. ما معنى هنا كاخيتا دي كريستال؟ ماذا تعني؟ كحرف خ هنا تنطق كخا، غوا غا غا، هنا غوارداس على حسب الجملة، ريكوخيس في ريكوخيس تنطق خا،
وفي جواردس تنطق جا. صاف الله. إذن هنا لك توكا خيطة دي كريستال، ما هي؟ من إذا 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 أجبتموني الآن، إذا أجبتموني من يجيب، من ي... من سوف يجيبني؟ أظن بأنه عنده الصادق. من سوف يجيب الآن؟ أظن أنه فاهم ما معنى الصادق. خيطة كريستال هنا، إذا حذفنا توكا خيطة دي كريستال لماذا سوف نعوضها؟ برافو 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 فايزة مصطفى، برافو. توكا خيطة دي كريستال، ماذا قلنا في أول التاكس؟ قلنا بأن لاميستاز ماذا؟ عيسونا كخيطة دي كريستال، عيسونا كخيطة دي كريستال. إذن توكا خيطة دي كريستال هي لاميستاز. من عنده أي مشكل في كلمة ما أو شيء لنشرح إن شاء الله؟ أوكي، أو بمعنى آخر، من فهم فليكتب واحد، من لم يفهم فليكتب ستة، ويكتب أمام ستة الشيء. الله أكبر، كل فهم. بالنسبة نعم، هنا هنا بالنسبة الإسلام سهلة وسهلة جدا. مثلا لاحظ مثلا في التاكس، لاحظ مثلا في التاكس، سوف نذهب عند لاخي، لاخي هذه لاخي، ماذا لاحظنا الآن؟ خي وراءها أو، فهمت؟ كا كوارداز. إذا كانت لاخي، لاحظ أين هي؟ أسرى نونغا ونميغو فور إخامبلو، وراءها أو تنطق أ، جو تنطق غ، أميغو وراءها أو تنطق جو غ غ غ، ألغو لاحظت ألغو إذا كانت وراءها أو، أميغو أو ألغو مثلا هنا ألغو ريكو خيس. إذا كانت إذا كانت وراءها أي تنطق خ، ريكو خيس خ خ. إذن هنا مثلا إلى آخره غوارداس. إذن إذا كانت وراءها أو أو أ تنطق غ، إذا كانت وراءها أو أو أ تنطق غ. ك، من يعطينا مثال للاخي وراءها أ؟ سهلة جدا، حيوان. وراءها أ أ أ، لاخي وراءها أ أ، خينيرو وراءها أي، غاتو نعم، حمد عبد الجليل، غاتو غاتو، إت، غاتو، لا نقول خاطو، غاتو. إذا كانت لاخي وراءها أ أو أو تنطق غا، أو أي تنطق غا، أو، إذا كانت وراءها أو تنطق كأميغو. تنطق غ، إذا كانت وراءها أي تنطق خي. أجازينا سي، ما معنى غاتو الثانية فيزا؟ غاتو الثانية الثانية، ما معنى جايينا؟ أجازينا، ما معنى ما معنى أجازينا؟ اكتبوا اكتبوا بأحرف كبيرة. نعم 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 صار فرخة فرخة، ومدة مدة طويلة لم أسمع فرخة فرخة. أوكي أوكي، ماذا نسينا؟ ماذا ماذا نسينا؟ ماذا نسي شباب؟ ماذا نسينا؟ ماذا نسينا؟ ماذا نسينا؟ ماذا نسينا؟ ماذا نسينا؟ ماذا نسينا؟
5 دقائق لأستريح إن شاء الله. نهبتم مع الصداق أو تركتموني. هذه الصداقة، هذه الصداقة، الصداقة هو أن تقولون لي أخ سعيد استريح قليلا لنتمم هذه الصداقة. أنتم أوكي، نتمم إن شاء الله بعد لحظات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أريد أن أقول ملاحظة مثلا في المستوى، عندما أقول ليس هناك مستويات، هذا لا يعني أن ليس هناك مستويات. وصعب أن تفهم شخصا وأنت هو يتكلم معك لأول مرة، صعب أن تفهم شخصا أو يتكلم معك لأول مرة. طريقتي في الكلام في بعض الأحيان، من لا يعرفني سوف لن يفهم ما أقول، سوف لن يفهم ما أقول. عندما أقول مثلا ليس هناك مستويات في اللغة، لا أعني بالضبط أن ليس هناك مستويات، هناك استراتيجية مثلا للطرز، هناك استراتيجية، هناك تشجيع، هناك يعني شيء من الداخل، من الداخل الإنسان، يجب أن هنا يكون هناك تحضير. ليس سهل أن يكون هناك درس، أن تلقي درس مباشرة. السلام عليكم، هذا هو الدرس، ربنا يخليكم، مع السلامة. لا، هناك استراتيجيات للدروس. في بعض الأحيان يجب علينا أن نفهم ما يقال. إذا قال لك شخص هذا طفل صغير، في بعض الأحيان لا يعني هذا طفل صغير، هذا طفل صغير لا تعني دائما هذا طفل صغير، أن ذلك الطفل صغير تعني. لا أظن يعني بالنسبة للجدد سوف يتعودون علي، يعني درس بعد الدرس إن شاء الله. إذا قلت شيئا لا أعني به يعني نفس الشيء 100%، يعني هناك استراتيجية في الحوار، لا غير. أستسمح إذا كنت في بعض الأحيان أقول أشياء يفهمني فيها يعني الآخر. أنا درس أسباني في السنة، أفهم أخ أفهم بطبيعة الحال، بطبيعة الحال يجب أن يكون هناك يعني استعداد، يكون هناك استعداد، ليس هناك أي شيء، ليس هناك. بطبيعة الحال اللغة فيها المستوى الأول والمستوى الثاني والمستوى الثالث وإلى آخره، وتؤخذ اللغة مع الوقت. إذا عندما أقول مثلا اللغة ليس فيها مستويات، يعني كتعبير مجازي، يعني عندما ندخل إلى الدرس ننسى المستويات ونحاول أن يكون هناك تركيز على الدرس لنفهم. عندما نطرح أسئلة، هذا أي مستوى؟ لقد فاتني الدرس الثاني والعشرون. أنت يعني لا تساعد نفسك أن تدخل في الدرس، هذا درس آخر يعني في التنمية البشرية. إذا نرجع إن شاء الله إلى القسم. أهلا أحمد سعيد. إذا نقطة أخرى بالنسبة للامتحانات، كان مجموعة من الإخوة والأخوات يعني أتوا بالخاص ليقول أنهم لم يتمكنوا من اللي درست فيه. لم أفهم أخ أحمد سعيد، لم أفهم. صبرا أشاهد الفيديو.
الكتاب كله لكي أعرف مستوى يعرف في الدرس. إذا بالنسبة لمجموعة من الأخوة لم يتمكنوا من الانتهاء بالنسبة للامتحان، طبيعة الحال كان هناك ضروب، كان هناك قطاع تيار كهربائي، كان هناك بعض الأشياء، ولكن هذا الشيء ليس مهم. المهم هو أن نتمم مع بعضنا البعض، أن نستفيد من السلسلة الأولى. بالنسبة للإخوة الأخوات الذين كانوا معي في السلسلة الأولى أعرفهم، يعني شاهدت بعض الإخوة والأخوات إذا لم يكونوا يعني يكون هناك تغيير في أسماء، إذا الأسماء التي أعرفها يعني أعرفها أيضا، ليست مهمتي أخت. إذا نتمم إن شاء الله. Un amigo es más que una persona, algo que no es físico, algo que siempre llevas, es eso que recoges por el camino y guardas en tu cajita de cristal. Cuidadosamente, cuidadosamente. Chachi min ism, yani chachi min cuidado. Cuidado. ¿Qué معنى cuidado? ¿Qué معنى? Cuidado. ¿Qué معنى cuidado? احتر. يعني احتر، ولكن هنا لا تعني احتر. Ten cuidado تعني احتر، لكن هنا أم تفعل ماذا تفعل ب الطفل الصغير، ابنها الصغير؟ العناية، العناية، الدار، اليتيمان، الرعاية، العناية. أكومودادو، أكومودادو، أتت أيضا من كومودو، كومودو، أتت أيضا من كومودو، لا تذهب بعيدا في الكلمات وفي معنى الكلمات. اليوم وعبارة عن تعارف أو بداية أخرى إلى آخره، ليس درسا ولكن نحن نتكلم مع بعضنا البعض، ولكن ليس درسا ولكن يجب أن نستفيد منه. هناك مجموعة من الكلمات، هناك مجموعة من الأفعال، هناك مجموعة من العبارات، يجب أن يكون هناك ذكاء. إذا كومودو، ما معنى كومودو؟ كومودو هذا التكست في الجروب، لقد وضعته منذ مدة وليس هناك تحضير للأسف، لا ليس طعام، وضعت التكست منذ أكثر من لا أحد يحضر. نعم مريح، راحة، نعم صار يعني شيء كومودو، يعني مريح، يعني هنا تعني الارتياح. سو انتريور، انتريور يعني واضحة، انتريور باطن. دي تيرثيو بيلو، تيرثيو بيلو ما معنى راحة داخلية؟ تيرثيو بيلو الآن الرأس، يعني سأقول بعض الشيء، المرجو من الدعم الفني أن يفتح المكيفات، هناك حرارة منخفضة في الغرفة، المرجو من الدعم الفني أن يشغل المكيفات. أوكي، أينكم؟ لقد نمتم. كومودو تيرثيو بيلو، ما معنى؟ هذه الفقرة صعبة بعض الشيء، هذه الفقرة صعبة بعض الشيء. تيرثيو بيلو هو من القماش، يعني بالصفة العامة هنا
الكاتب أراد أن يمرر لنا يعني رسالة، وتلك الرسالة وهو العناية والراحة الداخلية التي يحس بها الإنسان مع يعني الصديق. todo eso كل هذا todo eso todo eso todo eso كل هذا en lo que crees el ay 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 todo eso en lo que crees en lo que confías en lo que sientes crees ما معنى crees crees شخص يعني يكون هناك شخص صديقه كريس كريس يعني نعم تعتقد إخوة كريم كارينيو دور كارينيو هنا كريس فعل كريس كريس هي كريم كريم كواغ لا لا فعل ليس لطيف نعم كريس كل ما نؤمن به كريس يعني شيء تعتقده تعتقد يعني جو كريو ك يعني مثلا أقول لكم جو كريو ك ninguna persona ha hecho los deberes يعني أظن بأنه لا شيء يعني الجميع يعني أغلبية الإخوة والأخوات لم يقوموا بأعمال منزلية مثلا التاكس كان في الجروب أكثر من أسبوع وليس هناك تحضير إذا نقص الخطأ todo esto en lo que confías مرحبا 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 أبو بكر الصديق يعني اسم رائع اسم جيد أعظم أكثر أغلب الطلبة أوكي من يحضر اليوم لأول مرة يكتب ثمانية من أول مرة ليس من يغير اسمه لأول مرة ثمانية الله أكبر لا تكتبوا مرتين اكتبوا الآن حرف ثاني رقم 8 لأعرف لا تكتبوا مرتين نعم عمر سلسبيل غرشام أبو بكر يعني ثمانية الله أكبر يعني جميع يعني المتبقي ريهام ثمانية مع الضحك إذا ثمانية زائد الضحك ماذا تعني عشرة أوكي من كان معنا فليكتب سبعة من كان معنا في السلسلة الأولى فليكتب سبعة أم من طبيعة الحال نجلاء أشرف من طبيعة الحال زكريا بطبيعة الحال منى من غدا بطبيعة الحال سارة الغزالي سناء رم سناء 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 أول مرة يعني هذا سناء إذا كان هناك تغيير أظن أول مرة يعني مرة بطبيعة الحال أحمد عبد الجليل مراد سارة سناء ما هنا أنا في غيبوبة مريم طبيعة الحال لا إذا كانت معنا ولا لا تكتب يعني هذه غيبوبة موجودة نعم إذن هناك خليط بين القديم والجديد لكن الآن كلنا جدد إذن todo eso es lo que crees es lo que confías confías confiar 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 لقد افتقدت
في هذه الأيام. الثقة la confiance, ثقة confiance. يعني مجموعة من الإخوان الخمسة في هذه الأيام لا يوجد هناك ثقة إلى آخر. إذن الوكي كونفياس هو صديق ولدي سوف يكون هناك ثقة أبيع الوكي. هذه هي الخطيرة ريهام, هذه الخطيرة todo eso en lo que crees تعتقد, en lo que confías ثقة, en lo que sientes إحساس sentido los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? سؤال أسهل من السهل. الاعتقاد والثقة والإحساس. الإحساس lo que sientes. لاحظ الآن, الآن مثلا طرحت سؤال بسيط وبسيط جدا وبكثرة بساطته يعني تكبرتم أن لا تعطوا الجواب, تقولون هذا شيء نعرفه, هذا نكتب نكتب الأشياء نسنتيو. كواليس سون لوس سنتيدوس, كواليس سون لوس سنتيدوس. هذا سؤال كان في الامتحان. ¿Cuáles son los cinco sentidos? هذا سؤال كان في الامتحان, سؤال سهل وسهل جدا. إذن los cinco sentidos son el oído, la vista, el olfato, el tacto, el gusto. El gusto, el tacto, el oído. الألفاتو ساعدوا إخوانكم جدد. الحوال الخمس هي الغوستو, الطو غوستو avec او او con او with او la vista رؤية الويدو السمع الألفاتو الشم غوستو الطو تاكتو لمس غوستو او او مهم. اوكي إذن todo eso en lo que crees, en lo que confías, en lo que sientes. Okay. لم أفهم سوف أقول لك خمسة. دكو. Okay. الدعم الفني معي في المحاضرة صومة معي في مقالة لكم الخمسة أم ستة, يعني هل فهمتم أم لم تفهموا؟ فهمتم خمسة أم تفهموا ستة؟ فهمين ومش فهمين أربعة, فهمين أنكم مش فهمين ثلاثة, لم تفهموا أنكم لم تفهموا سبعة, عمركم حتفهموا مئة. أوكي أوكي استقبل هذه الدروس. eso eso todo eso todo eso كل هذه الأشياء todo eso todo eso كل هذه الأشياء كل هذه الأشياء todo eso eso okay. Eso que más allá mundo encuentras. معنى هذه الجملة خطير وخطير جدا. هنا في هذه الجملة طبيعة الحال حاسيس ليست سهلة, ليست سهلة, ليست سهلة على أن يكون عندك إحساس. ليست سهلة, ليست سهلة. سوف تقولون لي لا أنت مخطئ يا أخ سعيد, سهل أن يكون عندك إحساس. سوف أقول لكم ليست سهل, الإحساس يأتي من
اليوم الأول للولادة أو من قبل الولادة، لأن الطفل ينصت إلى القلب، ينصت إلى مجموعة من الأمور التي تدور حوله، ويتكون الإحساس في الأيام الأولى، في الشهور الأولى وفي السنوات الأولى. أنتم معي أم لا؟ الإحساس ليس يعني بالنسبة لي لطريقة العيش أو ظروف العيش تؤثر على الإحساس، ظروف عيش تؤثر على إحساسي. هناك مثلا من يكون عنده إحساس رهيب، هناك من يكون يعني هناك متشدد، يعني يكون إحساس لا يتحكم في إحساسه، هناك كما تقولون بالنسبة لي ليس هناك هذا الإحساس، لا يوجد، ولكن قريب. يعني هناك أشخاص تجاهلوا الإحساس. ليس سهلا أن يكون عندك إحساس صادر، يعني 100%، ليس سهل، ليس سهل. Eso que más allá del mundo encuentras، يعني كل هذه المبادئ، كل هذه الأمور، كل هذه الحاجات الحلوة كل إلى آخره، يعني هي التي يعني تبحث عنها، أو التي يعني وصلت إلى encuentras، تبحث عن شيء يعني تجده، encuentras، encontrar. Okay. Eso que te abraza cuando piensas que no puedes más. Oye, 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 oye. هذه حركة، أو هذا شيء يمكن أن أقول مفقود بعد الشيء، أو نعم، صديقك هو الذي عندما تكون محتاج إلى، ليس الصديق بالمال، وليس الصديق. هناك في بعض الأحيان، في بعض عندما يعانقك شخص تحس بالارتياح. نعم، هناك أشخاص سوف لن يفهموا هذا الإحساس، لأنهم لن يعيشوا لن يعيش عاش لن عاشوا بالنسبة لي عشت هذه حضن. مثلا عندما تكون في لحظة تحتاج إلى حضن صحيح، لا تحتاج إلى مال، لا تحتاج إلى سيارة، لا تحتاج إلى شيء، ولكن تحتاج إلى حضن، شخص يحضنك بدون أن يتكلم. دعم فني أختريا، دعم فني من الصديق. Okay. Eso que te abraza cuando piensas que no puedes más. في بعض الأحيان، يعني التفكير ثم لقد أعطيت ثلاث ايموتيكونات مختلفة، سوف يعني أنا والله العظيم لم أفهم، أعطيت ضحك وفزع وخوف وفرح، لا لم أفهم شعورك، أنت فرحة أم من اتصل بك أم لم أفهم إحسان. وأقول لصديقتك eso que te abraza cuando piensas que no puedes más. في بعض الأحيان، سبحان الله، يعني في بعض الأحيان
نقول يعني أعرف من يشرح من يريد أن يشرح مثلا ما معنى cuando piensas que no puedes más. Piensas que no puedes más. ما معنى؟ ما معنى؟ بل لديه أي صديق الآن، بل لديه أي صديق الآن يكلمه ويقول له أحبك يا صديقي، سوف يضحكون. لماذا لا تتكلم مع صديقك الآن وتقول أنا أحبك يا صديقي؟ لماذا؟ رصيد، نعم، دعم فني، جزاكم الله ألف خير. أحاول أخذ يعني الأرقام الهواتف لإعطاء رصيد للإخوان والأخواتي، جزاكم الله ألف خير. إذن إيسو كتاب راسا، هذا هو الصديق، دعم فني، هذه الصداقة. عندما يكون هنا شخص محتاج إلى دعم، ندعمه، نعطيه للآخر. إذن إيسو اوكي من لاحظوا صديقي لا يمكن والله العظيم اتتني رسالة والله العظيم مكتوب فيها أنا أحبك يا صديقي والله العظيم أكمل بدون تعليق. Eso que te abraza cuando piensas que no puedes más. ما معنى؟ الحمد لله. ما معنى؟ cuando piensas que no puedes más. وقت تفكر في انك خلاص مش قادر. نعم. اشكر الاخت سارة. اشكر الاخت سارة لان تركيزها جيد جدا. نضحك ونغرش، ولكن إجابات يعني ليست إجابات كثيرة. لا أريد أن أدخل في يعني استراتيجية الدرس الأول، ولكن حاول الإجابة. نضحك ونغرش إلى آخره، ولكن أجيبوا يا شباب. الإجابة يعني الضحك والمطرح والإجابة. إذن كتاب راسك cuando piensas que no puedes más. مثلا عندما هناك عبارة تقال بالإسباني no puedo más أنا مش قادر كيف no puedo más algo que lamentas no ver. ما معنى صف الله ما معنى algo que lamentas no ver. اوكي صوت واحد. ما معنى اوكي لمعرفة المعنى يعني يقول لنا الكاتب نعم سارة porque لأن el amigo no se ve amigo no se ve لا نشاهد amigo no se ve لا يرى هذا لا يعني أننا لا نشاهد el amigo no se ve لا يعني أننا التعبير مجاز شاهده
احاسيس شايلو اشياء اخرى. نسيتوكا لا داعي باننا مثلا سوف نعرف بانه عنده حمى بدون ان نلمس راسه. نسيتوكا نسي ويلي لا نشم مثلا نسي ويلي نسيكا نسي بي سيم لمنتي لو سينتس يا شباب. إحساس لما يكون إحساس يكون صداقة إحساس يونكي. أوكي نقف لنقول أن هناك صعوبات اشتقنا لكم جميعا، دمتم في رعاية الله وشكرا على حضوركم. السلام عليكم.